ما رأيك في صفقة مبابي لريال مدريد، وهل هي تأخرت كثيرا أم هذا الوقت المناسب لهذه الصفقة؟ الصفقة كانت لتعلن منذ 4 سنوات عندما أعلن ريال مدريد رغبته في ضم كيليان مبابي عندما كان لاعبا في موناكو. هو لاعب تريد الكثير من الأندية، وأي فريق يرغب في أن يكون لديه لاعب مثل كيليان مبابي. الصفقة تأخرت لمدة 4 سنوات، وفي النهاية النادي نجح في التعاقد مع اللاعب. كيليان مبابي أصبح في البيت الأبيض، وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل لريال مدريد لكي يحقق المزيد من النجاحات ويواصل تحقيق الألقاب التي تليق بحجم فريق مثل ريال مدريد. كنت أتحدث في مقدمة الحلقة النهاردة عن موضع كيليان مبابي في تشكيلة ريال مدريد، شايف الموقع المثالي لكيليان مبابي في هذه التشكيلة في وجود فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي وبيلينغهام، شايف التشكيلة المناسبة هتكون عاملة ازاي، ومكان مبابي في التشكيلة يكون ازاي؟ أعتقد أنه يمكن ريال يستطيع أن يلعب بطرق عديدة في وجود مبابي في منتخب فرنسا. يلعب في كل الأماكن في الهجوم، يتحرك من اليمين إلى اليسار والعكس، وكذلك في قلب الهجوم. بالنسبة لتشكيلة أنشيلوتي سيكون رودريجو وفينيسيوس ومبابي، وخلفهم سيلعب كامافينجا وفالفيردي جود بيلينغهام. أعتقد أنه سيلعب بطريقة 4-3-3، أو من الممكن أن يلعب ألا يلعب رودريجو ويلعب فينيسيوس ومبابي، وقد تتغير الطريقة ل4-4-2. ولهذا أعتقد أن انضمام لاعب مثل كيليان مبابي سيساعد ريال مدريد على أن يلعب بطرق عديدة وبتشكيلات مختلفة، ولهذا أعتقد أنه لاعب مهم ليفوز بالكرة الذهبية وأن يكون أفضل لاعب في العالم مع ريال مدريد بالطبع.